اهم شيء التيكت. شوف والله كنت راح انساها. اهم شيء التيكت. وصلت. هلو جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. ادري صار كل شويه اختفي وارجع، بس احاول وعد انه ما اختفي واخذ ثينكس ايزلي، لان بصراحه كل ما تجيني فكره انه اصور فيديو ام لايك نو ما حلوه الفكره، لا ما حلوه الفكره، او بعدين اجلها او ما ادري شنو، وبعدين انتهي وما اصور. سو بعد كل ما اخترع فكره او تجي فكره براسي لازم اصور. جايز ويت محابسي وين؟ طبعا دا ابدل وهذا الاوتفيت مالتي، بس ما دا اعرف اذا البس الحذاء بالجواريب لو بدون جواريب. الحين دا اروح المركز الشرطه، فد شوي اقول لكم ليش. اوكي خليني اشوفكم شنو لابسه. لابسه هذا الكروب توب من براندي ميلفيل، وهذا الجينز هم من براندي ميلفيل، ولابسه هاي التني شوز من نيكد وولف، بس ما دا اعرف البسهم ويا جواريب. باع ويا جواريب هيك يطلع. نايكي سوكس، لازم اعدل السوكس دقيقة. ويا نايكي سوكس هيك يصير، لو بدون سوكس هيك يصير. خلي ابتعد والله اشوف. اوكي هاي بدون سوكس وهاي بالسوكس. تشوفون الحرارة؟ أكيد راح تصعد أكثر. It's only 12:18. لسه طلعت من البيت، ما أخذتكم وياي. دا أروح للكورت، دا أروح يعني مركز مال الشرطة، لأن ذيك مرة أخذت speeding ticket وأني ما أريد أدفع التيكت، لأن تقريبا التيكت $300. What؟ أو ما أريد أدفعها. بس أني دا أروح للكورت، لأن الموعد مالتي مال الكورت أتصور هو Monday، أما Monday or Tuesday، فأني دا أريد أروح للكورت وأجل الموعد حتى الشرطي، لأن الشرطي هو حط لي هذا الموعد، فأكيد he's free on the 19th، فأني أريد أغير الموعد، أخلي موعد إنه أني free بي، ولو أني free on the 19th I can still go، بس أني أريد موعد إنه أني free حتى من أروح ما يجي الشرطي وصار dismissed. You know what I mean؟ ما أعرف يعني اللي عايش بأمريكا يعرف أنا إيش دا أحكي. speeding ticket، من واحد يصير عنده speeding ticket عنده option يا أما يدفعها أو يروح للكورت أو إيه، هي هذول الاثنين. فأني رح أروح للكورت لأن ما أريد أدفع التيكت، وهوفلي الشرطي ما يجي حتى تصير dismissed. أنا جربتها مرة إنه على إشارة، ضربت إشارة وأجلت الموعد مع المحكمة، أصور أجلتها مرة ورحت على الموعد الثاني والشرطي ما إجا وصارت dismissed. فرح أجربها هاي المرة وإن شاء الله تصير dismissed. I'm just driving around. الطريق تقريبا 30 minutes. هي الكورت من 12 للوحدة مسدودين، لأن عندهم مثلا lunch break، بس أني رح أروح لهم تقريبا بالوحدة. Hopefully everything goes good. لأن شكلها العالم من هسه تروح، فهذا يعبر يركب وهذول كلها صفوا من الانترنس. أخذت هالورقة هسه التيكت أحطها على السيارة مالتي، حتى السيارة مفتوحة على مود التبريد. والله حارة كلش، احترق مو طبيعي الوضع. خلي اخلص اضمضم اشيائي وانزل لان العالم كله تتركب. طبعا ما اعرف ليش هيجي سو ستريست، خايفة. ما احب اسوي هيجي اشياء يا الله، يعني شو بيعطيني تكت مال سرعة؟ سخيف والله، كنت كلش بالليل دا اسوق والشارع فارغ. anyway خلي اروح، يعني وصلت. أكيد هسه يقولوا لي سيدي التليفون ممنوع التصوير وسخن لا. أنا وصلت. هلو. جيت اليوم كله لي هم اليوم يوم 14 يوم 19 بالشهر. One hour later. Oh my
ماي جاد جايز، طبعا لازم الواحد من يروح للكورت يغطي ايديناته وبطنه وكل شيء. انا طبعا ما كنت اعرف هذا الشيء، مع انه انا جايبه جاكيت وياي، قلت يمكن يسالون، بس نسيت الجاكيت بالسياره. المهم طبعا من نزلت للكورت روم، الشرطيه شافتني قالت لي اني لازم اسال الجاج اشوف انه تدخلش ممكن تحكي وياك، يعني انت لابسه هيجي لو لا. فاني انه وات، قلت لها ترى انا جايبه جاكيت عادي اقدر اروح للسياره وارجع. كان تقول لي لا خلي اسالها لين ممكن اشوفك. ما ادري صار واحد شد يباوع علي، الشرطي بقى يباوع علي، قلت ترى مو مال تاخذين تيكت ثانيه، هسه وصلت سيارتي. المهم فقلت لي لا ابقي قاعده واني راح اروح اسال الجاج اذا تقبل تاخذك لو لا. فاني قلت اوكي خلي تسالها وتروح تجرب. فراحت سالت الجاج، فاصور الجاج قالت لها قوميها خلي اشوف ايش لابسه وقعديها. فقومتني كان تقولها اوكي، فقبلت نسيت شاكيتي بالسياره، بس ما عبالي راح يكبرون السالفه لهالدرجه يعني. وبصراحه ما عبالي راح اشوف الجاج، نسيت انه اني شفت الجاج بديش المره قبل سنتين لو ثلاثه، والله نسيت شنو البروسيس. اول ما دخلت طبعا ما اقدر اصوركم كل شيء، بس اعطوني ورقه وقالوا لي هسه اكو كورت الساعه بالوحده، تريدين تجين على هاي الكورت؟ فاني قلت اوكي. فقلت لي خلاص نزلي جوا والكورت تبلش بالوحدة. بلشت الكورت بالوحدة وهناك بلشت السالفة انه انت ليش هيك لابسه، ومن هالحكي انه I'm already in، يعني اني already دخلت وانتظرت، بس ما ادري شنو خطر على بالي ونسيت الجاكيت. بس الحمد لله قبلت تشوفني، she wasn't too mean، بس قلت لي على الكورت الجاية، لان يعني اني غيرت الموعد مع الكورت، قلت لي على الكورت الجاية make sure انه تغطين ايدك وبطنك. so I was like okay thank you so much she really didn't have to. كان يقول yes thank you. فالمهم وقعد قاعدة انتظرت، وراها كان وحدة صيحني اضطتني الموعد الثاني. موعد الثاني راح اروح وخلي ندعي يا رب يا رب يا رب البوليسمان ما يجي، يا رب I get dismissed يا رب. يعني هذا كل اللي داعي علي، هاي كله دا اغير الديت مال الكورت مالتي، اروح اخذ لي فتشي من ستاربكس، فتشي هايدريتنج، انا ام سو دي هايدريتد. اليوم رحت ركضت والدنيا كلش حاره، بس لو كالوريز. انا دائما اخذ اصور بيج تي، خلي اشوف بابا وينه، دائما محطوط هناك. يس Can I get the mango dragon fruit, please? One of the refreshers, the iced tea. What size? Can I get it in tall, please? Okay. You want it with lemonade or water? Water, please. Okay. With ice, please, water? Yes, thank you. Yep. Right. Thank you. Oh, thank you. So sweet. Thank you so much. You too. Bye. Always like that. دائما اني اخذ التول سايز حتى less calories guys. وطبعا مو دائما اروح ستاربكس، يعني كلش قليل، بس من I wanna kill time اروح ستاربكس. انا مو من هذول المدمنين على ستاربكس، maybe من كنت اشرب قهوة كنت كلش مدمنة على ستاربكس، بس هسه القهوة قطعتها صار لي تقريبا اكثر من سنة او يمكن سنة من قطعت القهوة لحد هسه. I feel so good، يعني I don't need coffee، I don't feel، يعني كنت كلش dependent على الكافي. إذا ما أشرب قهوة الصبح يصير عندي صداع، يعني I need coffee، you know what I mean؟ و I stopped, it's been a year and I feel so good. والله I don't regret it, I feel so good, so happy about it. That's it guys. أخذتكم وياي على هذا المشوار، شوفت لكم التريك مالتي شو أسوي أني إذا تصير عندي تيكت، ولو أني I don't get a lot of tickets، لا حد ياخذني غلط. I'm gonna drink my drink and we'll go to work. I hope you guys had fun with me. I hope you enjoyed this vlog. Guys, I know the vlog
كلش قصير بس بصراحة عاجبني أنزل فلوجز كل أسبوع وأحس إنه if I overthink about the vlog ما رح أقدر أنزل كل أسبوع بس إذا أخلي الفلوجز ماتي طبيعية أشياء أني I truly do أشياء حقيقية أسويها بأيامي العادية وأخلي الفلوج more chill أحس إنه رح أقدر أنزل كل أسبوع رح تقدر وأنت عرفوني أكثر you know I would really do more vlogs إذا رح أسوي أشياء طبيعية ما أخطط لكل شيء you know what I mean I need to be more chill بس hopefully I stick to this idea I don't go crazy again حتى أقدر أنزل فيديوهات كل أسبوع you know that's it guys اللي بعد ما سوي subscribe جوا لا تنسون تسوي لي subscribe جوا وأكو جرس هم دوس عليه حتى كل ما أنزل فيديوهات يوصلكم notifications وتعرفون إنه أنا منزل فيديو okay guys أحبكم كل شوية وأشوفكم على المرة الجاية أنا كل شيء مكيفة بهذا الشيء ورجاء لحد لحد يبوقها مني رجاء نسيته ودلتني